العام نحن نشهد اليوم وضعية غير مسبوقة في جميع الانتخابات اللي تمت بعد 2011. أي من إذن مناخ مؤسساتي اليوم يشهد كثير من التصدعات بين الجهات المتداخلة في المسألة الانتخابية. اليوم إذن ما عندناش الأريحية وما عندناش أيضا تلك السلاسة اللي تسمت بها العمليات الانتخابية إثر 2011، وكان فيها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات دور كبير، وكان فيها أيضا انطباعات داخل تونس وخارج تونس تثمن هذا العمل، تثمن العملية الانتخابية. اليوم أرى أنه مصداقية العملية الانتخابية، مصداقية المؤسسات المتداخلة هي الآن في مرمى إذن الاستهداف، وباش تكون عندها تداعيات آمل ألا تكون إذن خطيرة.